النهاردة كلنا نجتمع معا من أجل تأبين الفنانة الراحلة عن دنيانا، ولكن ما تزال في قلوبنا وستزال في قلوبنا سيدة الشاشة المصرية العربية فاتن حمامة. كان لنا الشرف بالفعل أن نعرض فيلم أرض الأحلام بنبتدي به، وكلمة من كل شخص من أسرتها، أختها مدام ناهد وأستاذة منى ذو الفقار اللي تعتبر ابنتها الروحية زي ما كانت بتسميها، والفنان يحيى فخراني والفنان إلهام شاهين بإدارة الأستاذ طارق الشناوي هذه الندوة. الفنانة فاتن حمامة أقدر أقول إنسانة بالفعل قبل أن تكون فنانة، محترمة جدا، متواضعة، والتواضع دوت حبب كل الناس، كل المجتمع المصري والعربي بيها وبعملها، احترمت جمهورها وجمهورها احترمها، حبت جمهورها وجمهورها حبها، ستزال دايما في قلوبنا جميعا. شكرا.